ميلتي اعمل فيرتيكال كومبينيشن بين الماتيريال، مين اكبر مين اصغر، ثيكنس عم بزيد او ثيكنس عم بصغر. ناخذ اي واحد من هدول الستاك بوكس، مثلا اخذنا هذا البارتشن ورسمناه بهذا المكان، تمام؟ لو مسكته بس اشوف وين هو بهذا، عملنا كرييت سيميلر واخذنا له هذا، اعمل هيك، بدي اعمل ديليت لاي شيء، رايت كليك سيلكت اول انستنسز فيزيت الاند فيو وحامل ديليت. خليت بس هذا الجدار حاليا، عملنا هيك، عملنا دبليو تي، صار عندي الجدار. فاين، خلينا نشوف شو حيصير فيه هون، هاد سكشن نشوف برضه شو بيصير فيه هون، نعمل السكشن فاين دونت سيف، وهذا خليه از بز، ونيجي كليك وراح اعمل ايديت تايب ايديت، من ايديت عندي ابيليتي اعمل انسرت مور ذان وان تايب فيرتيكلي. هون في عندي نوع الجدار اللي انا بدي اياه، خليني اخذ اي نوع ثاني، تمام، ناخذ نوع ثالث، ناخذ نوع مختلف كمان، هاي الوول تبعنا، ناخذ كمان نوع بار. تمام. هلا بحكي لي حدد الارتفاعات اللي بدك اياهم لكل جدار، مثلا اول واحد بدي 500، تمام، 500 واحد منهم راح يكون فاريبل، اللي هو الجزء اللي ضل من الجدار اللي انت عم تشتغل، يعني اذا ارتفاعك 7 وانت اخذت منه 3 بتصفي 4 فاريبل، تمام. واحد راح احكي له هذا مثلا تايب من هون، هلا موقعه موف اب اند موف داون بصير هو الفاليو، خلي هذا الفاليو. اوفست اذا بنلاحظ انهم كلهم على نفس السنتر، اذا مسكنا هذا مثلا حكينا له اعطيني اياه 200 لليمين او عن السنتر، وهذا مثلا فاين، صرت انا هون عم بحدد الاوفست خليهم كلهم زيرو. هلا شو راح اعمل؟ قبل ما اعمل اوكي في عندي فليب يمين ويسار اكوردنج للسنتر لاين اتجاه المطير، هيك انا عملت فيرتيكال كومبينيشن هي اوكي. بلاحظ ان الجدار تبعي صار عم بيظهر هون، يعني الانسب انهم يكونوا على الكور تبعي مع بعض. هذا بالنسبه للفيرتيكال كومبايند وول.